مرحبا بالجميع على قناة فكرة دابور. اليوم نشوفوا مع بعضنا كيفاش نقدروا نرجعوا الراس هذا تاع السرير تاع الباب حطب. يعني الراس هذا يطير ويرجع، يطير ويرجع عادي، يرجع عادي. كذلك نجمو نديروه نقلبوه ونستعملوا هذه في الباب اللي يقفل على اليمين، وكذلك نقدروا نستعملوها في الباب اللي يقفل على اليسار. واش نديروا؟ نعكسوا الراس هذا فقط. هذا كيما قلت يطير، نعكسوه نقلبوه ونرجعوه للمكان تاعو بالطريقه هذه. حاجه سهله خلاص. نزيد نشوف. طير، نقلبوه ونعاود نرجعوه، يعني حاجة سهلة خلاص. يقلب ويرجع المكان تاعو على الشكل هذا. وهذا مكان